عيال الديرة، أهلا ومرحبا بكم بلقاء جديد يسعدنا جميعا. ولقاءنا اليوم في منطقة العرضية في محافظة الفروانية، اللقاء في روضة العرضية. أهلا وسهلا في العرضية وأطفالها، وسعيدة جدا بأنه كاميرا برنامجنا تنتقل إلى هذه المنطقة وإلى هذه المدرسة بالذات، حتى نسعد جميعا بما يقدم لنا من أنشطة مميزة مختلفة. الحقيقة روضة حلوة جدا، أماكن كثيرة وأركان كثيرة ممكن الواحد يصور فيها. هذا يعطينا انطباع جميل عن مدى اهتمام دولتنا الحبيبة بمدارسنا، خصوصا وزارة التربية بعنايتها في هذه المدارس. أيضا هناك لابد جهد، وهناك هيئة إشراف من الناظرة الوكيلة المدرسات، الكل يتعاون بحيث أنه يقدم الأفضل لأطفالنا الصغار. فأهلا ومرحبا بكم، وبداية نرحب بأطفال روضة العرضية ونلتقي مع أولى فقرات برنامج عيال الديرة. معنا الحين مجموعة من الأطفال، نبي نعرف أنتم من أي روضة؟ روضة العرضية. يا هلا ويا مرحبا فيكم، مش بتقدمون لنا الحين؟ فقرة تدريبية. طيب أسمعها وياكم، يلا نبتدي. شو نبتدي؟ 1 2 3 يلا. Thank you.
Thank you.
النشاط في روضة العارضية ما شاء الله نشاط جميل ومكثف ومميز أيضا. طبعا شفنا جزء كبير من النشاط بما فيه القرآن الكريم والدعاء، طبعا هذا النشاط صباحي يومي، أيضا تحية العلم. والآن نبي نكمل نشاط ونشوف المسابقات. المسابقات أيضا مهارات حلوة تكسب الطفل عادات وأشياء معينة. إذا النشاط والمسابقة في النشاط الصباحي بالروضة العرضية شيء مهم وأساسي. راح نبدأ مع أطفالنا الصغار بهذا النشاط وهذا الصباح وهذه المسابقات الحلوة. Thank you.
بنيتنا الصغيرة اسمك أولا؟ فاطمة حامد بابا من روضة العرضية. اي يا موطن. لا لا شنو اللي بتقولين أول؟ شو بتقولين؟ من رباعيات منو؟ طاي جدام؟ يلا. من رباعيات عبد الرحمن النجار. يا موطن العز يا موطن العز، اكتب لك رباعيات واهدي لك الورد احلى الورد جوريات، كلك صمود وبطوله في وجه العدا، باكر يروحون بس تبقى الرباعيات. مريت عقب العذر في شارع الدسمة، لقيت اسم البلد منقول شي رسمة، هذي كويت الصمود وشيخها جابر منقول شاف الدم بالخيران والدسمة. يا سلام يا سلام. أشوف يا حلوش والله يا فاطمة يا حلوش، ما شاء الله عليهم الأهل وايد شاطرين. عموما نشكر الأستاذ عبد الرحمن نجار على هاي الرباعيات الحلوة. أقدر أسأل منو حفظك إياها؟ أمي. ما شاء الله عليك وعلى أمك، أنت وايد شاطرة، الله يعطيك العافية. بالمناسبة عيال الديرة، معانا الآن فقرة بنشوفها كلنا على المسرح. الفقرة هذه وايد حلوة عن الكويت، ونتمنى لها البقاء إن شاء الله والدوام بإذن الله سبحانه وتعالى. الفقرة هاللي بنشوفها والأطفال اللي بيصورونها لنا، الكلمات اللي كتبها الله يفك أسره إن شاء الله هو أخوانه الشاعر فايق عبد الجليل، واللي لحن هذه الكلمات هو الملحن عبد الله الراشد، أيضا هو من الأسرة في سجون طاغية بغداد. اللهم فك قيد أسرانا يا رب، اللهم رجعهم سالمين غانمين بإذن الله. قولوا آمين إن الله سبحانه وتعالى يفرج غربتهم وكربتهم. وباسمكم جميعا أشكر أطفال روضة العرضية على التصوير البديع اللي راح يصورون لنا بهذه اللقطة. نشوفهم أصدقائي مع بعض. Wait.
يلا حبيبي، انت شنو اسمك؟ لا بصوت عالي. ها؟ عبد العزيز سعود الركابي. يا حي الله، عبد العزيز سعود الركابي، صح ولا انا غلطانه؟ عدل. انزين الحين ايش سبت تقول لنا انت؟ يا خباز. يا خباز، انت من اين روضه ولا؟ روضه العرضيه. عمرك كم سنه؟ اصغر صف انت مو كذي؟ يلا يا خباز نبي نسمع شنو اغنيه الخباز بصوت عالي طالع جدا. يلا شاطر. يا حباك يا حباك عين عين، حطه بالتنو نبي حب سحلي، نات 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 هنا فرحاني، مشهور يا حباك سلامحلي. يا سلام على الخبز، والله محتاجين. الساعة كم الحين؟ الساعة 1:10. ها؟ هذا وقت الغداء صح؟ محتاجين الخبزة ولا العيش؟ ها؟ جوعان انت؟ حبيبي بنصفق لك كلنا. ها؟ نصفق لك كلنا. الأطفال اللي قدامكم طبعا هذول من روضة العرضية، الحين راح يقدموا لنا فقرة حلوة عن الكويت. مصورين الكويت عبارة عن دانة لولوة مأخوذة من محارة حلوة من البحر. أطفال العرضية عبارة عن لولو جميل، نبي نشوفهم في غناية الكويت. يلا يما نبتدي. الديرة في روضة العرضية قلت لكم هناك أركان عجيبة وكثيرة، منها هذا الركن اللي هو يعتبر ركن نشاط فني يمارسون فيه الأطفال الأشياء اللي هم يحبون يسوونها، الأشياء اللي الأبلة تعطيهم إياها. مثلا عندنا هني نشوف هذه الأطفال اللي هناك، نشوف نوع من إذا تشوفون في بعض غرف الأطفال شلون يحطون لهم رف يعني مثل الوتد عشان يعلقون عليه ثيابهم. مثلا راح اراويكم الحين، انا راح نشوف هني الاطفال عشان يتشجع الياهل يشوفوا. شوفوا هذه
حطها حبيبي اشو؟ حطها. شاطر حلو، شاطر حلو. يعني الاطفال سعداء جدا بهذه الاشياء. مثلا هذه الفكره الحين هي عباره عن مثل وتد يعلق عليه ثيابه، الطفل يستانس لما هو يسويه بالشكل هذا. ايضا هناك عده رسوم هنا. مثلا بنيه قاعده شو، خلينا نشوف اللوحه اللي هنا، خلينا نشوف ايش قاعده تسوي. طبعا هذه اللوحه موجوده فيها في خلقه روي حبيبتي، فيها الصور هذه مرسومه وجاهزه وموجود محلها، بس على الطفل انه يقوم بعمليه تركيب هذه الصور في اماكنها. مثل ما انتم شايفين طاحت السلحفات الحين، حطيها امي عافيه. شاطرين، الطفل يعرف وين محلها. بعد السمكة طاحت، وين نحط السمكة؟ ركبها عدل. اي حلوة، شاطرة البنية. يعني هذه أشياء مهارات الطفل اللي يستفيد منها بلا شك، بنفس الوقت يكتسب أشياء يعني تفيده. هذا كله طبعا بيكون بتوجيه المدرسة، أيضا بتصقل مواهب الأطفال شنو عندهم. في روضة العرضية الأول نبي نلتقي مع أخيتكم، شنو اسمك أنت؟ فاطمة أحمد. إيش تبي تقولي لنا أنت؟ دعاء.
نسمع بالكاميرا ونسمع يا حبيبي. ربي ربي أحد أحد ما أعظمه فرد صمد. ربي ربي أحد أحد ما أعظمه فرد صمد. ربي ربي يا الله ربي ربي يا الله في كل صلاة أدعوه لكل مصابر أرجوه. لكل صلاة أدعوه لكل مصاب أرجوه. ربي ربي يا الله ربي ربي يا الله بالتقوى ربي اكرمني واقبل لصلاة مني. يا رب فك أسرانا رحم يا ربي شهدانا واحفظ وطني بالإيمان واجعله خير الأوطان. يا رب يسع منك الله نصفق لها كلنا الله يحفظك. والله يا فاطمة يا بنت أحمد أنت خوش بنية الله يحفظك أنت وكل أخوانك الصغار اللي بالروضة كل اللي هال إن شاء الله. مشكورة نبي نشوف خيت. تعال خليك واقفة خليك واقفة نبي أهني عنده خيتك. شنو اسمك أنت؟ فاطمة حسين. عاشت الأسامي. أنت من أي روضة؟ روضة العرضية. ما شاء الله خوش بنية. أنت شو بتقولي لنا؟ قول شعر. شعر عن منو؟ عن؟ خلنا نسمع يلا حبيبتي. راح جدام يلا يا فاطمة. يا الكويت في تفت نساء عمره الرمل والقمره من ليلة على الدنيا تل والدم من أجل تذوب وتنفعل. يا كويت توفيني عدل كل قصعد في عيوني حيك عيوني تكتمل كل الأصعب لما أكتب في حروف تحتفل سلامتكم. ويسلم عمرك يا ربي. يا حلو يا حلوكم ما شاء الله عليكم يا ذا الأهالي. والله العيون إحنا الكويت احنا نكحل عيوننا بترابها. هذه الام العزيزه الغاليه مشكورين وما قصرتوا. عيال الديره الحقي في روضه العارضيه قلت لكم ولا زلت اقول الفقرات وايد مميزه وايد وايد حلوه. تذكرون هذه ممكن ما تنسي لما نصغر ولا الكبار دعوه دعا لها الامير الوالد الله يحفظه الشيخ جابر الاحمد بتخدير وتشجير الكويت، يعني تكون الكويت دائما خضراء نظيفة ومشجرة. فابتدينا من زمان احنا من قبل الغزو حملة كبيرة لتخضير وتشجير الكويت. الحمد لله صار الغزو الله بعد ما طول علينا شدة ورجعنا الحمد لله لكويتنا ورجعت حملة التخضير وتشجير الكويت أقوى وأكثر مما كانت. نشوف الآن في شوارعنا ما شاء الله النخل في كل مكان، الشجر في البيوت في الحدائق، دائما دعوة لتخضير وتشجير الكويت الحبيبة حتى تكون واحة خضرة تحمل الأمن والأمان لنا إن شاء الله. أطفال روضة العارضية راح يوصفون لنا أو راح يعني يعطونا فكرة حلوة عن الدعوة للتخضير وتشجير الكويت من خلال الفقرة اللي نشوفها. نحييهم في البداية لو سمحتوا. Bye.
تقضي على فرحة كل إنسان. ليش ليش يا إنسان؟ أخوكم اسمك حبيبي؟ سلطان حسان أحمد العنزي. والنعم فيك يا سلطان العنزي. سلطان أنت من أي روضة؟ روضة العرضية. العرضية. إيش تبي تقول لنا في البرنامج الحين؟ قرآن. قرآن هذا أحسن شيء. يلا شلون نقول القرآن؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم يشرك في ربنا أحدا. فإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ عبدا ولا ولدا. صدق الله العظيم. بارك الله فيك حبيبي. أنت الله يعطيك العافية. أنت وايد شاطر. تحفظ قرآن وايد ولا بس هذه الآية؟ بس هذه. تحاول تتعلم وتحفظ وايد قرآن تقرأ؟ بارك الله فيك أنت وكل إخواني. زين خلي نروح خيتك الحين. اسمك أنت شاطرة؟ تعي قدام أم هناك اللي شبه حمر الكاميرا. شو اسمك؟ فاطمة حامد أبو عباس. حياك الله يا فاطمة يا أبو عباس. إيش بتقولين أنتي؟ أنا الأسير. أنا الأسير. أنا إيش رأيك توقفين؟ أوقفي؟ زين شوفي أوقفي بس وين تطلعين؟ لا تطلعيني أنا ولا أحد. طلعي هناك قدام. طلعي هناك الكاميرا شبه حمر وابتدي تحكي. يلا عمري هناك 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 اللي شبه حمر هنا. طلعي قدامي ضيديني. يلا حبيبتي يلا. أبي القائد. سألت أمي عن أبي قلت لها أين أبي فسكتت وأدبرت لكنها لم تجب ولم يعد أبي. سألت أختي عن أبي قلت لها أين أبي أشهج الدعاء بالدمع والبكاء لكنها لم تجب ولم يعد أبي. جئت أخي أسأله أين أبي أين أبي فولى ولم يجب وراح ينتحب. قلت له أين أبي أين أبي أين أبي فقال في غضب أبي لقد ذهب. نعم ذهب ذهب لكنه يعود لابد أن يعود لابد أن يعود. إن شاء الله صفق له يما نحييها. قاعدة حبيبتي. Hey, hey.
شكرا لأهل العرضية جميعا ممثلين في روضة العرضية. شكرا لكم عيال الديرة. ينتهي اللقاء معكم اليوم، وكل أمل بلقاء قادم يجمعنا على خير إن شاء الله. أودعكم، مع السلامة.